بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الإنكيوبيتر، وده جهاز مهم جدا. حابب الأول أفرق ما بين كلمة إنكيوبيتر، هتسمعوها كتير قوي، ممكن نسميها إنكيوبيتر أو إنفنت إنكيوبيتر أو نيونيت إنكيوبيتر. دي مش اللي هي اللي إحنا بنتكلم عليها، هي مين دي؟ دي بتاعة الأطفال حديث الولادة اللي بيتحطوا في الحضانة، ودي ليها special requirements وليها very special specs. احنا النهاردة هنتكلم على اللاب incubator، هو حاضنة او حضانة المعمل اللي احنا بنحط فيها بعض المواد عشان نحفظها في درجة حرارة معينة، او بنحط فيها أنواع معينة من البكتيريا ونشوف الجراث بتاعها هل بتنمو ولا لا. An incubator is an apparatus in which environmental conditions such as humidity and temperature can be controlled. يبقى هو مكان أو بيئة صالحة محافظة لدرجة الحرارة وال درجة الرطوبة. It's used for بتستخدم في ايه؟ Growing bacteria. Bacteriological culture. ايه ده؟ يعني حد ممكن يتصور اللي احنا عايزين ننمي بكتيريا؟ ايوه عايزين ننمي. طب ازاي؟ عشان نشوف ميديا انا عندي نوع معين من البكتيريا موجود عايز اشوفه، فباخد عينة من السامبل او السامبل دي سواء يورين سواء سي اس اف او بلاد او اي حاجه من اللي احنا اتفقنا عليها في الاول كسامبل، وازرعها في ميديا. الميديا دي تكاد تكون صالحه لنمو البكتيريا، واحط البيئه الصالحه للبكتيريا دي من الرطوبه او من درجه الحراره او من الجازز لو محتاجه كمان جازز، واسيبها فترة 24 ساعة 48 72 على حسب، وبعد كده اشوف هل البكتيريا دي نمت ام لا ام لم تنم. اوكي، some blood transfusion providing suitable condition for chemical or biological reaction. عايزين بقى نشوف الرياكشن. انا كل الهدف اللي عندي اشوف البكتيريا زادت او لا. microorganism require incubation at the temperature and the humidity and gases atmosphere suited for their metabolism. عشان تتم عملية الميتابوليزم بتاعتهم لازم أهيئ للمايكرو أورجانيزمز أو للبكتيريا اللي عندي أو الفطريات البيئة المناسبة من درجة الرطوبة والحرارة والغازات المتاحة. دي أنواع أو أشكال مختلفة من الانكيوبيتور. هنا الباب مثلا ازاز، هنا الباب عادي، التمبريتشر بتاعتها معينة، هنا في كيرف للتمبريتشر، هنا في باب ازاز. الهدف اللي عندي اللي لازم احققه الاكيورسي العالية جدا بتاعت الانكيوبيشن. عشان كده ممكن الاقي انكيوبيتور بتصنع موجودة ب 3000 جنيه او ب 5000 او ب 7000، وفي واحدة تانية بيصل سعرها إلى 100,000. الفرق ما بينهم في الـ accuracy و resolution step of temperature. ده معناه إيه؟ ده معناه اللي لو الـ temperature أنا ظابطها وليكن عند 35 وزادت عند 36، نوع البكتيريا دي ممكن تموت، أو 37 وزادت عند 39 تموت. لا، أنا عايز أحافظ maximum على البكتيريا دي او على التمبريتشر اللي موجوده 37 بلس اور ماينس 0.2 0.1. عشان كده الريزوليوشن ستيب بتاعتي مهمه جدا. هل هي 0.1 0.05 يعني نص في الميه يعني 5%، اوكي، ولا درجه او يعني نص درجه ولا درجه ولا ايه بالظبط؟ 1 من 10. كل ما الاكيورسي بتاعتي تزيد كل ما الريزوليوشن ستيب تقل. ماشي يا شباب؟ الهواء اللي جوه، الهواء السخن او الهيتنج
ما ينفعش احط الهيتر الزقه في مكان او احطه في مكان يسخن لي المكان فيه، وليكن احطه من تحت هنا، المكان ده يكون هيتد قوي ودرجة الحرارة اللي فوق مختلفة. لازم اخلي سيركوليشن للهواء. لو فاكرين مع بعض الكلام ده احنا قلناه في الاوتوكلاف، لما كنا بنسخن الهواء كنا بنعمل اصلا التشامبر على هيئة سلندر. ده مش بس كده، ده كمان بخلي الستيم يخش يعمل زي دوامات سيركوليتد عشان اتاكد ان كل نقطة في التشامبر وصلت للتمبريتشر والبريشر المطلوبين. طيب ايه هو بقى الميتابوليزم؟ ميتابوليزم of the chemical process occurring within living organism or cell that are necessary for maintenance of life. عشان تتبقى الحياة للكائنات الدقيقة دي بتحصل العملية اللي اسمها ميتابوليزم. ميتابوليزم some substances are broken down to yield energy for vital process while others are synthesized vital for life. يعني ايه يا شباب؟ في الميتابوليزم دي عملية مهمة جدا لانها بتضمن اللي في حاجات او الكائنات ممكن يحصل لها دمج على حساب الكائنات الاخرى. اهم حاجة في الميتابوليزم الكائنات دي تنمو في البيئة اللي احنا حاطينها وفقا للكونديشن المحددة. Specification of an electric incubator. Natural convection model with overheat protection. لسه كنا قايلين انا عمري ما هقدر اسمح بالاوفرهيت. اوفرهيت ده يعني معناه اللي انا موتت كل البكتيريا اللي جوه. Over temperature cut out. اول ما تعلى عن الليمت المسموح بيه اقفل على طول، واقفل قبلها عشان ما اخليش درجه الحراره تعدي الليمت المطلوب. Capable of operating at 35 up to 37 اللي هي بلس اور ماينس 2 سيليزيوس ديجري with hydraulic thermostat temperature control or microprocessor control. هو ده الفرق، هل هنحط ثرموستات تفصل زي بتاعة التلاجة ولا هنحط مايكرو بروسيسور يقيس لي درجة الحرارة بأكيورسي عالية زي ما احنا كنا قايلين بيلت ان او اكسترنال اي تو دي، والريزوليوشن ستيب بتاعته قد ايه، وكم بت الاي تو دي بتاعتي. لو احنا حاطين الرينج بتاعنا بيزد على التمبريتشر، الاتنين درجة دول هيتغيروا وفقا للسنسيتيفيتي بتاعت السنسور، بحيث ان كل كام درجة او كام جزء من درجة الحرارة يديني فاكتور او ريزوليوشن ستيب في الـ A2D اللي موجود. Fitted with temperature display to provide continuous read out of temperature or supplied with thermometer for insertion through the vent hole in the roof of the incubator. بنقدر نحط ايه؟ طبعا انا بسخن وفي ابخرة طالعة نتيجة الحرارة والبكتيريا الموجودة، فبيبقى في فتحة كده بنسميها هول أو فينت هول. ده بيبقى فين؟ في السطح الخارجي أو السطح العلوي للإنكيوبيتر عشان يسمح بخروج الهيت دي الموجودة. طب الماتيريال المصنوعة منها لازم تكون كورسيف ريزيستنس ديورابل أوتر كيس. إحنا عايزين الكيس الخارجي ديورابل، وفي نفس الوقت الكيس الداخلي اللي بيتحط عليه الدش بتاعت البكتيريا تكون ستانلس ستيل، تكون كوروجن اوكي ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني مضاده للصدأ، يعني ما ينفعش تصدي مع الوقت. ليه؟ عشان الصدأ ده هيؤدي الى تغيير العوامل البيئيه للبيئه اللي انا عايز احافظ عليها لنمو البكتيريا. easy to clean and maintain. دي يا شباب المواصفات اللي احنا عايزين نعملها في اي انكيوبيتور. سطح موجود، ممكن يبقى فيه باب ازاز عشان ما يعملش ليكج للسخونيه الموجوده او للبيئه او لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها، شيلفز عشان احط عليها الحاجه. كل ده ما يهمنيش عشان كل ده الشكل الخارجي، لكن الكنترول سيستم اللي موجود
لازم يكون في very accurate، ال resolution step بتاعته أقل ما يمكن، إضافة للمحافظة على ال circulation بتاعة الهيت جوه الشامبر أو جوه الكابينت عشان أضمن ال distribution of heat، عشان من أعلى نقطة لأقل نقطة تكون محافظة أو تكون محققة ال required temperature. أوكي، أتمنى اللي أنتوا تكونوا فهمتوا، واللي ده جزء طبعا أنا ما شرحتوش in details قوي عشان إحنا خدنا تفاصيل التفاصيل في الأوتوكليف. فبالتالي نفس الكونسبت، إحنا بنعمل كنترول على temperature for certain time، بس هنا التايم مش ليميتد بربع ساعة أو بتلت ساعة أو 5 دقايق زي الأوتوكلاف، لا ده أنا ممكن أسيب العينة بالأسبوع، أسيب العينة ليوم أو يومين أو 3 وأتابع الجبس بتاعها. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا، ولو في حد عنده أي مشاكل ممكن يبعت لي على الإيميل إن شاء الله. شكرا يا شباب، ونشوفكم على خير بإذن الله.